اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية اعزائي المشاهدين الكريم. ارقام مباراه الاهلي الاخيره امام الداخليه. تمام، احنا دلوقتي انا بس كنت عايز ابدا من مباراه الجيش الاولانيه عشان دي مهمه جدا، ان هي ببساطه حد اتكلم عن مباراتين في وقت قصير، وانا وهنبص طبعا على ارقام الداخليه، وده برده دي خبايا كابتن اسلام بيدينا مؤشر للتجربه المهمه، ان احنا برده هنلاعب بيراميدز ازاي في وقت ضيق. احنا 12 و22، لو حضرتك تفتكر الحلقه كانت قبل مباراه طلائع الجيش، كنت انا قلت ان واحده من اهم نقاط الضعف عند نادي طلائع الجيش هو ثنائي المساكين عندهم عمرو طارق ومحمد دياب، والاثنين بصراحه لو نفتكر حتى الشوط الاول ثابت المباراه بصراحه خلصت بدري، سهلت جدا. هم عندهم طبعاً مشكله في البوزيشننج وعندهم مشكله في التمركز. واحده مثلا من الارقام اللي ناخدها مثلا من المباراه الاولى، مثلا النادي الاهلي عمل في مباراه كامله 24 محاوله على المرمى منهم وتسعه على المرمى، في حين نادي طلائع الجيش عمل 12 محاوله اثنين بس على المرمى. فده يورينا قد ايه الفجوه. النادي الاهلي تحصل على 10 ضربات ركنيه، نادي طلائع الجيش تحصل على 3. فنادي طلائع الجيش بخلاف ان هو مرمى مونيا باربع اهداف، حارس المرمى قدر ان هو يتصدى لخمس فرص محققه، يعني النتيجه كانت ممكن تزيد عن 6 و7. فده بيبين لنا قد ايه النادي الاهلي في المباراه دي كان متفوق بسبب ضعف نادي طلائع الجيش. وانا حتى سمعت الكابتن احمد فوزي قال ان الكابتن محمد ياسين ممكن يفكر في تغيير اسلوب يغير اسلوب اللعب. هو فعلا الوضع دفاعيا عنده سيء جدا، الفريق يعني بينال هزائم بسكورات بس في الفتره الاخيره غريبه جدا. والله بص يا كابتن، انا بشوف هو بصراحه ما عندوش حلول برضه، مفيش شغف. لا وما عندوش حلول، ايه الحل عنده؟ حلول بس مفيش شغف. اللعيبه انا بشوف زي ما بقول لك كده، انا وانت قاعد بتتفرج على الماتش ده نفسك عملت ازاي؟ وانت قاعد بتتفرج على الماتشات اللي ما فيهاش شغف دي، ايوه والله بتلاقي نفسك قاعد عمال تعمل كده اللي هو يعني اصحى فوق. بس انا يعني اعتقد بصراحه سرعه كمان المباراه دي، انا فاكر الاهلي كان ريتمه سريع جدا، يعني لا طبعا ريتم الاهلي بصراحه سرعته بكل امانه مخليه المنافس قدامه مش قادر ان هو يجاريه في السرعه. وده برده يخلينا نروح لمباراه الداخليه برده 4-1، ونشوف برده ارقامها بنتكلم. تخيل حاجه، يعني قلت لك 24 محاوله في مباراه الجيش، 31 محاوله للنادي الاهلي امام نادي الداخليه، و10 تسديدات على المرمى. نادي الداخليه كان له 9 محاولات فقط على المرمى وتسديده فقط على المرمى، والنادي الاهلي عمل احكام ركنيه 11 ضربه ركنيه مقابل ركنيتين فقط لنادي الداخليه. وبصراحه كل امانه يعني اسلوب لعب الفرق الدوري قدام النادي الاهلي كلها متشابهه، انا اسف الداخليه زي الجيش كلهم شبه بعض. ليه؟ هو لا يملك الا كده، مفيش حلول، ما تقدرش انت واحد ولا تقدر تجاري النادي الاهلي في السرعه، ولا تقدر تجاري النادي الاهلي في تعدد اساليب الهجوم. النادي الاهلي النهارده بكل امانه بوجود وسام